المشاركه ديالي في هذا المهرجان ديال وي كازابلانكا، انا فرحان والجمهور فرحان وكل شيء فرحان من هذا العام اللي دوزنا ديال الكورونا. نطلبوا من الله تعالى تكون الامور فيما احسن ان شاء الله. واليوم راه كان زوين، الجمهور فرحان وحتى الفنانين كلهم فرحانين باش نشوفوا الجمهور ديالنا لان توحشنا بزاف. والحمد لله الامور غادا بخير، الله يبعد لنا كورونا وترجع الايام ما احسن ان شاء الله يا ربي. كان توقف ركان على العالم كامل، كان سبب اليوم مشاكل الناس، ازمات وتشردات وكلمات، يعني الكورونا كانت هذيك كانت ما كانتش على البال، غفلت الناس بزاف. كاين اللي كان جامع راسو، كاين اللي ما جامعش راسو، كاين اللي حاط فلوسه غير في اراضي وحاط كل شيء وبقى ما عنده والو، وملي بغى يبيعو ما صاب لمن يبيعو مثلا. ولكن الحمد لله على كل حال الله فوق الجميع، نتمنوا من الله الخير ونتمنوا من الله تعالى باش ترجع الايام ما احسن ان شاء الله. انا مع الدوله، هادشي اللي كاين. حنا مهما في المغرب، حنا انا جبت الجلبه الاولى والثانيه الحمد لله بخير وعلى خير، والجلبه الثالثه هي غادي نجلبها ان شاء الله باذن الله تعالى. ما كاين حتى مشكل، انا كنخاف من الله تعالى اللي خلق المخاف، حتى شي حاجه اللي كتب الله هي تكون فقط. سالينا الجديد ديالي هو البحث في التراث وفي العيوط وفي المرصاو في الفن الاصيل الزمن الجميل، كنعاود نبحث فيه وكناخذ العيوط اللي ما بقاوش رجعوا لي وما نقرضوا، وكنعاود نحييهم من جديد بالطريقه ديالي وكنبدع فيهم. هادشي اللي كاين. الكلمه للجمهور، الكلمه الاخيره للجمهور هو كنقول له مازال يبقاو محافظين ويبقاو التباعد والغسيل بالصابون، ويبقى الانسان حيت كورونا مازال كدور. ونتمنى الله يبعد علينا والله يرحم الاموات اللي ماتوا لينا كاملين، واللي ماتوا للعائله المغربيه خوتنا اللي ضاعوا لينا في هذه كورونا هذه، والله يحفظ المغاربه كاملين فيما كانوا، والله يبعد لنا الجائحه هذه، والله ينصر سيدنا محمد السادس ويطول لنا في عمره ويحفظ لنا الاسره العلويه كامله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.